ثعلبوا الخطر الحقيقي على الحبار المطلقة في أيامها الأولى. فقبل أن تكتشف بيئتها الجديدة وتكتسب الخبرات اللازمة للبقاء، تبدأ الثعالب بملاحقتها والترصد لها بكافة الوسائل. يستعين الثعلب بحاسة الشم القوية التي يمتلكها في تحديد أماكن الحبار ورصد مواقعها لتبدأ رحلة المطاردة. فحين تلمح الحبار الثعلب بشكل مباشر قبل أن يستطيع الاختباء، يبدأ بحيلة الاستموات، حيث يطرح نفسه على الأرض ويتدحرج على الرمال حتى لا يدفع الحبار إلى الفزع أو اللجوء إلى الطيران، لتبقى في مجال متابعته ورصده على الأرض. تراقب الحبار هذا المشهد ولا تستشعر مستوى الخطر الذي يخطط له هذا الماكر. تدرج الحبار بشيء من الحذر بين الرمال والكثبان، ومع خروجها من مجال رؤيته ينهض الثعلب من جديد ويستمر بملاحقتها من بعيد دون أن يشعرها بوجوده من حولها. ويتطلب الأمر صبرا شديدا وحذرا في المتابعة من الثعلب، فالثعلب صياد ماهر يحسن انتهاز الفرص بمخزونه الكبير من المكر والدهاء في اصطياد ومتابعة الفرائس. ولا تشكل هذه الحبارة قليلة الخبرة في الطبيعة صيدا صعبا على الثعلب الذي سوف يستدرجها خلف الأشجار والرمال ويفترسها بعنصر المفاجأة.